يا الله كون معي بهالمشكلة. ماجد، معقول ما كنت بتعرف انه ابوه لجواد بيشتغل بهذا المجال؟ ايه ما كنت بعرف، لانه اخر مرة ابوه كان بباريس عم يشتغل بمجال المجوهرات هناك. مزبوط. لا ما شغلي انا، بالهند اشتغلت بهالمجال. ايه بس خلينا قبل ما اتوقع الاتفاق جواد بقى... برأيي هلا خلينا نوقع الاتفاقية. ما في مشكلة، اذا بتحب فورا منوقعها كمان. مثل ما بتحب. مو بهالسرعة. بعدين. ماجد، هالعقد بيربطني باسطنبول. ايه مزبوط. برأيي صار لازم انه نخليك مرتبط بمكان واحد. هيك رأيك؟ بس لازم فكر كمان. بدون تفكير. التفكير بيخلي الانسان متردد بقراره. وثاق فيني، هالاتفاقية بدها تكون خير لإلك. ناريمان، حلو كتير، اجيتي بوقتك والله. وأنا استغربت ليش تأخرتي لهالوقت. بدي إياك فوراً ماجد، تعا معي. لا ناريمان، هلأ ما فيني. أول شي بدي أشوف العقد عم يتوقع. إيه بوقع. صديقي ألف مبروك. مبروك. صحتين وعوافي. شو بيقول المثل؟ ضرب عصفورين بحجر واحد. يا أما ورا عصفور واحد زد حجرين. شو الموضوع ماشي؟ مو بهالسهولة منتصالح ناريمان. قبل شوي مسكت إيدي جوا. إيه
لأنه ما كان بدي تصير مشكلة قدامه. بدك تنتقم مني على اللي عملته؟ غلطانة نريمان، ما عم بوثق فيكي بنور. ماجد لا تحاول تعذبني أكتر لو سمحت، أصلاً عم بتوجع لهيك ما تزودها. روحي نريمان. رح خليك تصدق حبي إلك ماجد.